بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فضائل الجهاد والمجاهدين وفضل الشهادة. ذكرنا يعني جزء من الأدلة في هذا، نذكر الجزء الباقي. قال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. إذا أردت أن تعلم قيمة وعظمة هذا العقد فانظر إلى المشتري، وانظر إلى المشترى، وانظر إلى من تم على يديه عقد التبايع، وانظر إلى الثمن الذي جعله المشتري لمن باع. الله عز وجل هو المشتري. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، فالمشترى هي النفوس والأموال التي تبذل في سبيل الله عز وجل، كما قال سبحانه: يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. فهذا المشترى ومن جرى على يديه عقد التبايع خير الرسل من البشر محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الرسل من الملائكة جبريل عليه السلام الذي نزل بالوحي على النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وأما الثمن المبذول فسلعة الله الغالية التي هي الجنة. وكل هذا يدلك على عظمة هذا العقد الذي يتضمن الجهاد في سبيل الله. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، يقتلون الأعداء ويقتلون منهم شهداء في سبيل الله عز وجل. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ذكر معنى التجارة في هذه الآية كمعنى الشراء في التي ذكرناها قبل ذلك، وهذا كله يدل على الفوز العظيم والربح العظيم الذي يربحه المؤمنون. قد ذكرت التجارة لأجل أنها عامة ما كانوا يستعملون من مكاسب، فبين الله عز وجل أن أعظم من التجارة، أن أعظم التجارة التي تكون مع الله سبحانه وتعالى. وذكر الإيمان بالله وبالرسول صلى الله عليه وسلم دليل على أن الجهاد لا يصلح بدون تحقيق الإيمان. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. وقال تعالى: لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لما قتل شهداء أحد ونالوا من الكرامة ما لا يعلمه إلا الله، تمنوا أن يرجعوا إلى الدنيا ليقاتلوا في سبيل الله ليقاتلوا فيقتلوا مرة أخرى. ولما
أخبر الله عز وجل أنه قد كتب أنهم إليها لا يرجعون، فقالوا فبلغ عنا قومنا، فأنزل الله عز وجل إن ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت. أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش. فاطلع عليهم ربك اطلاع، فقال: تريدون شيئا أزيدكم؟ الحديث فيه تمنيهم العودة إلى الأرض ليقتلوا في سبيل الله مرة أخرى، فبلغ الله عز وجل عنهم ما يريدون إبلاغه وحفظ لهم أجرهم. عن أبي هريرة قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. متفق عليه. وهذا الترتيب ذكر الإيمان، بدأ بذكر الإيمان لأنه الذي لا تقبل بدونه الأعمال، وتركه محبط للعمل. ثم ذكر الجهاد في سبيل الله لأنه عبادة نفعها متعد، يدخل الناس بها في دين الله أفواجا، كما أن بها دفع الشرر عن المسلمين، دفع الشر عن المسلمين الذين قد يقصدون. فالجهاد تستمر به الملة وتنتشر به الملة، ويعبد الله سبحانه وتعالى به في الأرض. ولذا كان مقدما على الحج المبرور. والظاهر أن هذا الترتيب، أن هذا الترتيب بين الحج والجهاد هو بين الفرد والفرد، أو التطوع والتطوع. نقول: إذا كان رجل لم يحج حجة الفريضة ولكن تعين الجهاد، كأن نزل العدو ببلده أو حضر الصف فلم يجز الانصراف، ففي هذه الحالة يلزمه البقاء في الجهاد ولا يذهب إلى الحج. وكذلك التطوع مع التطوع، إذا كان يمكنه في فرض الكفاية أن يشارك فيه فهو في حقه تطوع، لأن الفرض قد قام بغيره. وأن يتطوع بالحج وقد حج فريضة حجة الإسلام، فالأفضل له أن يجاهد وأن يلزم الجهاد. أما بين جهاد الفرض وحج التطوع فلا شك أن جهاد الفرض إذا كان مقدما على حج الفريضة فهو يقدم بلا شك. يبقى الكلام فيما إذا كان الجهاد تطوعا والحج فريضة، أعني أنه يوجد في المسلمين من يقوم بالفرض الكفائي وهو لم يحج حجة الإسلام، الشخص لم يحج حجة الإسلام وغيره يكفيه ولكنه يريد تحصيل الثواب، فعند ذلك يكون حج الفريضة مقدما على جهاد التطوع لعموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الله عز وجل فيما يرويه عن الله عز وجل: ولا تطوع ولا تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. لو تساوى شفنا فرض وفرض ونفل، يبقى الجهاد مقدم، يبقى وطبعا الجهاد فرض مقدم على حجة التطوع، بل ربما حجة التطوع في الحالة دي بقى معصية، الذهاب إليه معصية. وأما الحالة التي يقدم فيها الحج فهو حج التطوع، حج الفريضة مع جهاد التطوع.
وإن كانت وردت الأدلة على أن الحج نوع من الجهاد، لكنه للضعيف والمرأة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لكن جهاد لا شوكة فيه الحج والعمرة. الترتيب المخالف لهذا الحديث في مواطن أخرى كان النبي صلى الله عليه وسلم يراعي فيها حال السائل، فقدم الصلاة على وقتها، ثم بر الوالدين، ثم حج مبرور. فهذه الأحاديث في الترتيب تختلف باختلاف الأشخاص، ولكن على أي حال ما ذكر في سياق واحد فيستفاد منه الترتيب بين هذه الأعمال. أعني ذكر الصلاة لم يذكر في هذا الحديث، لكنه داخل ضمن الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبر الوالدين لم يذكر في هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ومع ذلك فإنه معلوم أن أداء الفريضة مقدم على جميع العبادات الأخرى، فأداء الفريضة مقدم على أن يجاهد جهاد التطوع. وأما في جهاد الفرض فيمكنه أن يصلي الصلاة في وقتها أثناء الجهاد. الخلاصة في ذلك أن هذا الترتيب إنما هو في بين الأعمال بعضها مع بعض التي تكون في سياق واحد، فيستفاد فضل الجهاد في الجملة على فضل الحج في الجملة. وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. اتفق على صحته. الغدوة الذهاب أول النهار، والروحة العودة آخر النهار. فالغدوة والروحة ولو نصف يوم ولو ساعات ولو ساعة واحدة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. هذه فضيلة عظيمة للمشاركة في الغزو والدفع في سبيل الله عز وجل. يعني أقصد جهاد الطلب وجهاد الدفع، كلاهما تنطبق عليه هذه الفضائل لكل من أخلص في نيته لله عز وجل. عن عثمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل. قال الترمذي: حسن صحيح. هذا يدل على أن الرباط في سبيل الله والمقصود به حراسة ثغور المسلمين ومنع العدو من أن يدخل إليها أفضل من المنازل الأخرى، ولو كانت من أعظم أنواع ألوان العبادات. فلو خير إنسان بين الرباط أن يرابط في سبيل الله يحرس ثغور المسلمين في البر أو في البحر، وبين أن يعتكف في المساجد أو حتى في المسجد الحرام، لكان بقاؤه في رباط يوم أعظم من الاعتكاف، والله أعلى وأعلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة،
رواه الترمذي وحسنه. الفواق ما بين الحلبتين، ما بين أن يجذب الثدي حتى يدر اللبن ثم يرفع يده حتى يعود الضرع فيمتلئ فيسحبه، فهذا وقت، هذا الوقت يسمى فواق، فواق ناقة، الوقت الذي بين الحلبتين، بين أن يجذب لينزل اللبن ثم يترك ليمتلئ ثم يعود فيجذب، وقت يسير جدا. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن من قاتل في سبيل الله فواق ناقة قدر فواق ناقة في الزمن وأجبت له الجنة. وعنه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وإيمانا بي وتصديقا برسلي فهو ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى منزله الذي خرج منه بما نال من أجر أو غنيمة. والذي نفس محمد بيده ما من كلم أي جرح يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة كهيئته يوم كلم، كهيئته يوم كلم يوم جرح، لونه لون دم وريحه ريح المسك. والذي نفس محمد بيده لولا أن يشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية تغزو في سبيل الله أبدا، ولكن لا أجد ساعة، ويشق عليهم أن يتخلفوا عني. والذي نفس محمد بيده لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغدو فأقتل ثم أغدو فأقتل. رواه مسلم ورواه البخاري وعلى. هذا الحديث فيه اشتراط الإخلاص مع الإيمان، الإيمان بالله عز وجل وتصديقه وتصديق رسله شرط في أصل الإيمان وفي قبول أي عمل من الأعمال. ولا يتصور لمن جاهد بغير إيمان، لا يتصور أن له أجرا، لأن ترك الإيمان هو حصول الشرك وهو محبط للعمل. قال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فشرط الإيمان حتى يقال أن فلانا يجاهد في سبيل الله، وحتى يقال هو شهيد إذا قتل، وإلا فلا يقال على الكافر شهيد مهما كان حال كفره، مهما مات حال كفره. وقد تساهل الناس في إلغاء هذا الشرط والعياذ بالله، وربما أطلقوا الشهداء على غير المسلمين من الكفار الذين ربما شاركوهم في بعض أنواع القتال فيقولون عنهم شهداء، وهذا باطل لا شك فيه، لأن العمل كله حابط بترك التوحيد والوقوع في الشرك. الله تضمن لمن خرج في سبيله، الله عز وجل الذي ضامن أنه إن دخل الجنة، ضمن لمن خرج بهذه الصفة أنه إن دخل الجنة، إن مات دخل الجنة، وإن رجع رجع بما نال من أجر يدخر له عند الله وغنيمة يفرح الناس بها. وفيه في هذا الحديث التفويض في مآلات الآخرة، لأنه قال والله أعلم
بمن يكلم في سبيله. فهذا لأننا لا ندري الخواتيم ولا ندري بواطن النفوس، ولا يصح أن نجزم لإنسان بالشهادة التي بمعنى غفران الذنوب في الآخرة. لا، هي رواية من روايته اللي هو والله أعلم بمن يكلم في سبيله. اللي هي ما من جرح يكلم في سبيل الله، فيها والله أعلم بمن يكلم في سبيله. وهذا الحديث من الأدلة الصريحة على أن الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهده كان فرض كفاية، لأنه إنما امتنع منه خشية المشقة على المسلمين مع قدرته عليه، قدرته أن يكون له عنده ما يجاهد به، وعنده هو عليه الصلاة والسلام ما يجاهد عليه، ومع ذلك لم يخرج في كل السرايا، وذلك لأنهم لو حدث ذلك لشق على المسلمين أن لا يخرجوا معه. لذلك آثر أن يجلس في بعض السرايا لئلا يشق على المسلمين. وعن زيد بن خالد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله فقد غزا. ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا. إذن هذا جهاد بالمال وإن لم يخرج ببدنه. فمن أعد العدة لمجاهد، من أعد العدة وأنفق فيها فإنه مجاهد بماله. وكذلك رعاية الأهل بعد أن يسافر المجاهد، فمن رعاهم بخير كان غازيا مشاركا معه، لأن الجهاد لا يقوم إلا ولا يتحقق إلا بأن يجد المجاهدون كفايتهم وكفاية أهلهم، وإلا شغلوا عنهم وعجزوا عن مواجهة عدوهم. لذلك كان ما لا يتم الجهاد إلا به هو من الجهاد في سبيل الله. وقال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يلد الشهيد من القتل إلا كما يلد أحدكم من مس القرصة. الله عز وجل جعل الفتنة التي تكون في أوائل المعركة قبل أن يقدر سبحانه وتعالى على العبد الوفاة شهيدا، فجعل هذه الفتنة كافية، ولذا لا يلد ألما أثناء الموت إلا كما يجد أحدنا من القرصة. فمن ضحى لله سبحانه وتعالى فإن الله عز وجل يضاعف له أحواله وأجره حتى لا يجد من ألم الموت عند القتل في سبيل الله إلا مثل القرصة. قال الفضل بن زياد: سمعت أبا عبد الله يعني الإمام أحمد ابن حنبل، وذكر له أمر العدو فجعل يبكي ويقول: ما من أعمال البر أفضل منه. وقال: لا نعلم شيئا من أبواب الدنيا، وقال: لا نعلم شيئا من أبواب البر أفضل من السبيل. السبيل يعني الجهاد في سبيل الله. وهو رضي الله عنه أحد أفاضل المجاهدين بالكلمة،
ومع ذلك فإذا أطلق لفظ الجهاد فإن المقصود به قتال الكفار. فالإمام أحمد يبكي لأنه كان يتمنى أن يكون من المجاهدين، وهذا إن تمكن الإنسان أن يجمع بين مصالح أمته من تعليم وإفتاء وتبيين عقيدة صحيحة وأن يجاهد في سبيل الله فقد جمع الخيرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله.